أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام
تقيا
وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية
وكان أمرا مقضيا.
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوم ذا تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قوما ذا تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني
ولم يجعلني جبارا شقيا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا Yeah.
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت شيطان الرجيم من
يتاهون إن هو إلا ذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.